لابد أن يؤدي طالب العلم حقوق ستة. نظام سدستنا تشو سدست بصلي على لبات كبيتا واج تكتات لولياوك الجبال. الحق الأول يما جمّر مع نفسي كراس غاري الله، والثاني ولا تنيو مع زميلي تقوى غاري الله، والثالث مع كتابي سوستنيا تامسة كتاب غاري الله، والرابع مع المكان الذي يدرس فيه أردتني كان مما ربط بوت علي اللون حق، والخامس مع شيخي أمستني كاستماري وشيخو قارا، والسادس مع العلم سدستني كوانو كدرسو كتمرتو قارا. الأول مع نفسه يما جمّر علم لسك نفسه قاري علنو لابد أن يخلص لله نفس الله سبحانه وتعالى مخلص لله نور كمة الجبال. لا يبتغي بطلب العلم لا رياء ولا سمعة ولا مدح أحد. دم ما رأو تمرت يولن يسملن لحسب بتاي الجبال مخلص لله نور كمة الجبال. ولهذا أول ما يبدأ به الطالب هو علم التوحيد ولا بد. لازم ما تبلو مجمّر يعني السطة ويمجبّا وتماري يتوحيد علمنا الله عند بلتنينة يميامل تبات توحيدنا. الثاني المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فلتنيا نبياتنا عليه الصلاة والسلام من أين تكتتل أرقون دي كتاتل ما تكتاتل اندالبت متابعة. هل طلب العلم عادة أو عبادة؟ إيه طالب العلم سرعة مجمّر يعلبت حقه. نعم عادة أو عبادة طلب العلم؟ لا لا أحد يتكلم، نحن في مجلس علم لسنا في سوق الخضار. قل لهم يا يتمرت بيتنا أني ألنو أقدي أما دلنو من نقاقر كل كلمة. الآن نقول هذا لا يتكلم إلا باستئذان. ما نمسو من ناجر يا فلقة من ناجر كان لبت أسفك الوانجي سأسفك جمت موتات هيك قبل نور أسوال. نعم عبادة يقول. نعم إذا طلب العلم عبادة يفسر. لا 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 أنت ترجم علم ما فلق رابرها صوت عبادة عملك وثنا. اترك الدفاتر الآن اترك بعد الدرس اجلس لا أحد يشتغل بالشيء. نعم الآن إذن العلم عبادة علم ممار براسو عمل قوتنا، والعبادة لا تقبل إلا بإخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة دمو هلتنا قروت ما مالات اللبات عندنا إخلاص هلتنا نبي مكة عليه الصلاة والسلام. بعض الطلاب هدانا الله إياه فقط يقول هذا بلسانه لكن لا يطبق عمليا هذا الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاصنا متابعة يمبالون بقالات يبالال كفيلو تماري كقالات وج ودا تكبار آوردوم. عندنا كتب نصح بها العلماء لابد أن يبدأ بها الطالب. مصحف وشالو من مكربت تماري وش بالنزيع مجمر قروتي للدوي. الأصول الثلاثة مجمر يا أصول الثلاثة كتاب التوحيد ولتنيا كتاب التوحيد بلوغ المرام ولتنيا بلوغ المرام عقيدة واسطية عقيدة واسطية لتنيا. هذه أهم الكتب عندنا بل أهم كتابين يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وبلوغ المرام. عندهم ابن باز كتاب التوحيد إن بلوغ المرام وأن كتاب سنات بلوغ بلوى الشيخ بن باز رحمه الله عليه. بعض الناس هو لم ينظر حتى في هذه الكتب وقال أنا أريد أسير على طريقة علماء السلف. كثير علموات إلى اللو بأسلف وش من قد النقوازة لن إلى اللو هنا يملكته. إذا لابد في طلب العلم أن نسير على الطريق الذي سار عليه السلف حتى نصل إلى ما وصل إليه. ليست كلمة تقال فقط باللسان لابد أن تطبق عمليا. سلاذي
ሰላፎች በሐዱበት ለነብ የግድ ይለናል قالات ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ ልናረጋት طالب العلم لابد ان يكون صادق ايوقات فلاجي ወለተኛ ሊሆን የግድ ይላል لا يكذب مواشته يلبث زاهد دنيا فلاجي مهني يلبث لانه لا يمكن ان طالب العلم يوصل عوام يوصل الناس بالزهد وهو لا يزهد هو يفكر في متاع الدنيا مثلا السوس غبغب هو سواتين اتسغبغب بولا منكر ما يهون نجر نو ايقاطن يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى الله بسطه الله بسطه ارزق لي بقى كاي جدلا حسن الخلق سرعاته بطام اخلاقه يتستكاكل ليهون يجبال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع مع الاعداء نبياتنا عليه الصلاه والسلام كطالات غارا من دنو يادرغو هل عاملهم بسوء الخلق مطفو بهنا سنا مغبارتا ملسوا لا تملسوا لاچو ويس لا لا دندم يقول بعض العلماء رحمهم الله ففلوچ عليم واش بلاو يلالو لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار شيئا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم يا الله ملكتنا بطروسنا مغبار ما يواعلاچونا ما يمدسلاچو بنبه تسمان يواغاچو بيسطاچو باتقالاي يفاجات يفاجواچو نبر هل يمكن ان يكون طالب العلم يسب علم فلاجي تصادق يكون يلعن تراجعني ما ادل يتكلم بالالفاظ السوقيه بغيريا عينك سوق عند نجاديه قلا جاي هون لا عين نجر هذا مع الاعداء ايه كطلات قرنه فما بالك مع غير الاعداء كطلات ليلى كغوادنيا غارما من يتايق نجرني يلم المسلم من هو مسلم مالت تعزاج يا الله مالت من مالتنا قال عليه الصلاة والسلام المسلم يا الله ملاكتن يا بلوالو مسلم بلو مالت من سلم الناس من لسانه ويده سواج سلام يهون اللتنا وكملاسم كجوم لأن الخلق هذا لا يقدر عليه أحد لا يقدر عليه كل أحد الخلق الحسن هنا أين تسنى مقبار ملاو مهبرت اسل ليشكمونا ليوطوا يكلم اما السب يقدر عليه كل احد مسارقن كله سو يسادر على تسحد زوره سايما قال الله سبحانه وتعالى هاي الواش يسمعوا وقل لعبادي يعني ان كنتم حقا عبادا لله ለባሮች ብለህ በላቸው ብሎ ነብያችን ነገራቸው ትክክለኛ ባሮች ከሆናችሁ ብለህ በላቸው ተባሉ ነብያችን يقول التي هي حسن او احسن احسن ما لديك هذا لا بد تخاطب به غيرك فقولا له قولا لينا نعم ለባሮች መልካም ንግግር ተናገሩ ብለህ በላቸው ሄ ሐሰን አው አህሰን ሐሰን አህሰን ፈአሉ ተፍቲር እና ለባሮት በጣም መልካም የሆነች ቃላት ንግግር እንዲናገሩ ሰርሳቸው አስተምራቸው ብለ ተብለው ነብያችን ታዘዋል።